ايه في تصميم محمود طاهر على المدرب الجديد جوزيه باسيرو رغم كل الانتقادات اللي بتواجهه؟ هو من ناحيه ممكن التصميم ده يكون شيء كويس لان النادي الاهلي هو اللي بيصنع اسماء، مش الاسماء اللي بتصنع النادي الاهلي. مانويل جوزيه لما جه النادي الاهلي كان مجرد مدرب من البرتغال جاي يضرب الفريق، بس مع النادي الاهلي عمل اسم وبقى له سمعه في المجال بتاعه. والله هو التصميم بتاعه ده غير مبرر بالمره، هو احنا المفروض بس احنا لازم برضو ندعم المدرب الجديد عشان نقف وراه عشان ما يحصلش دروب، ولازم الاهلي يرجع زي من الاول، وبرضه لازم يعني نساند مجلس اداره في القرار ده رغم ان هو طبعا غير منطقي بالمره. اتمنى اولا واخيرا يعني اتمنى ان يكون اختياره في الصواب، يعني اختياره صح، بس هو انا شايف ان محمود طاهر هو فكر اختزل الموضوع كله ان عند الجمهور معاه وان مطالب الجمهور هو عوده جوزيه، هو شايف ان الانتقادات كلها اللي بتتوجه له في ان هي عوده جوزيه، لكن هو الموضوع مش كده خالص، الجمهور مش بيعاند معاه ولا اي حاجه. انا رايي ان هو ياخد فرصته، المدرب نجح كنباها، ما نجحش يبقى نشوف مدرب تاني، ويبقى هو فعلا كان محمود طاهر غلط، نديله فرصته لان فتحي مبروك تقريبا فشل يعني. هو تصميمه ان شاف ممكن يجرب مدرب جديد، يعني مش لازم السي في يكون مش حلو قوي، بس هو مدرب يعني على راي الوحده الاماراتي قالوا هو مدرب كويس وكده، فنجربه يعني، هي كده سنه فنجربه بالمره يعني. احنا بنقول ربنا يوفق، وهو السيره الذاتيه اللي احنا سمعناها حتى النهارده عرضناها في الجرايد بتقول كويس، ونقول ربنا يوفقه للاهلي بس. والله احنا لسه ما عرفناهوش، زي ما جوزيه كان جاي برضو الاهلي قبل كده كان حدش يعرف عنه ولا يسمع عنه اي حاجه، ده برضو جايز ممكن يعمل زي جوزيه. وليه كل الناس بقت تفهم في الكوره وكل المواقع بقت تكتب اي كلمتين الناس كلها بتصدقها وبتمشي وراها؟ جوزيه برضو كان جاي قبل كده بيعمل ايه؟ برضو كان نفس الحال. هو السي في بتاعه ضعيف شويه، بس احنا نشوف الاول، هو بس هو مسك اكتريته انديه الخليج، بس انديه الخليج ما عندهمش امكانيات لعيبه كويسه،